راح احاول اجيب الاصفر بواسطه البلاك على الزاويه، عرفت شلون؟ عشان احاول افك كرتي هيك يا شباب. الله الله، شفتوا الحركه يا شباب الاسطوريه هاي؟ حاش بقدر يعملها غير انا بهذا الشكل. تيجي قلت لكم شباب يا حرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ يا شباب اليوم جبت لكم سلسله جديده في القناه وفكره اسطوريه وانا حاب اسويها. تمام تمام، الفكره كالاتي يا شباب، شايفين هاي العصا اللي هي وينها وينها وينها؟ هاي العصا اللي هي عصات البزموث، بزموث هيك اسمها، هسه افرجيكم اياها. هي هي يا شباب شايفينها، ها هي العصا. هاي العصا يا شباب لازم تتطور لل 41 وبتصير ماكس، وبعديها بتصير ملونه وبتجنن معلم. فانا بنفسي اطورها، فالتحدي بعملها سلسله في القناه، وانتم بدعمكم ان شاء الله تعالى كل مره حنرفعها شوي فيديو. طبعا هي السلسله رح تستمر حتى اوصلها 41 ان شاء الله، بس ولكن اذا ما عليها دعم رح اوقف السلسله. انتم اللي بتحددوا شباب انه نكملها ولا لا. فادعمونا بلايك بشير باشتراك في القناه، شاهدوا الفيديو للاخر عشان يطلع لكل الناس ومن هالكلام. وخلونا نطورها باول ليفل، بس قبل لا نطور دائما خلونا نذكر الله، لا اله الا الله، ونصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وليتس جو. بس اول شيء بدها هسه هي تقريبا 18 لا 17 قطعه، 17 قطعه، وهون حاطين لي صندوق باخذه، بس بيقول لي اوبن تو سبرايز بوكسز. يعني شو لازم اسوي؟ يعني لازم افتح صندوقين سبرايز. وين صناديق السبرايز هاي؟ هاي هاي سبرايز بوكسز، بفتح اثنين. راح افتح انا ثلاثة ليجندري لعيونكم، بس نشتري ثلاثة ونقول اوبن، نشوف شو راح يطلع لي حظكم انتم يا حلوين. حلو، يا رب يطلع لي شيء كويس. بدنا يطلع لنا شو اسمها هذه الثانية. هاي فتحت أول صندوق، أعطوني هسه فتحت الثاني وأعطوني الصندوق، الصندوق اللي بدي إياه. يا رب لي أجين، شو راح يطلع لي هسه؟ قلت لكم شباب يطلع لي شيء هيك محرز بهالثلاثة، بس مستحيل يطلع لي شيء، مستحيل مستحيل. المهم مهمتنا انه نطور العصا ونلعب نلعب فيها ونحاول نمكسها ان شاء الله. اخذنا، اعطوني بس قطعتين بيعطوني، هيك صار معي قديش؟ ناقصني 15 قطعه. فانا راح شو راح اسوي؟ راح اشتري هذا العرض، كل مره راح اشتري، بس ولكن اذا ما في دعم ما بكمل السلسله. كون صريح معكم. يلا بسم الله. واي بيقول بليز ويت، يعني بيقول الرجاء الانتظار. موافق، واعطوني 240 كاش و320 الف وصندوق اوكي يلا خلينا نفتح ونشوف شو في في الصندوق الرائع ده. شو ممكن يطلع لي؟ عصاي بتخزي يا زلمه، يجي لي مين؟ حلو، طورتها العصاي، جميله جميلة جميلة، ما حدا بيستخدمهاش بس حلوة يعني. شباب إذا بطورها بصير عندي إياها ليفل 28. بضل لي الليفلين بوصل 30 وبعدين إيش؟ بصير في عندي الكريستال الأخضر. فإن شاء الله إذا كان في دعم كويس على هذا الفيديو بإذن الله راح أطورها المرة الجاي ليفلين بإذن الله، أطورها ليفل 30. إن شاء الله، بس إن شاء الله. راح نفوت بأول جيم يا شباب، شو نسوي؟ راح العب بالعصا اللي هي اللي بدي اطورها ماكس ان شاء الله. بنحاول نوصل لحسابنا 500 مليون على طاولة برلين، يعتبر رقم كويس يعني 100 مليون، لانه الطاولة شوي صغيرة مش زي فينيس، وفينيس يا شباب تسكرت يعني لازم اشحنها مرة ثانية. الشاب يا شباب قاعد بيلعب معي بندات وفوت اول كرتين، تمام 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 تمام. فانا راح العب معه بندات، بدي اجيب الازرق بس غلط هيك، هذا غلط هيك لعبه، بس عم يشمط هيك بدون ما يركز في الجيم. ايش مشكلة بس لازم يركز، لازم يركز. ناخذ اول شيء النهدي ونخففهم. بدي احاول افك الاصفر والاخضر عن طريق الاحمر، كيف يا يحيى؟ بهذا الشكل، بعطيها تقدر تخاصم شمال وبخفف، فالخصم وين راح يروح؟ ليش ما راح لعندها؟ يا زلمه ما بدي اجيبها، جابها. انا ما بدي اجيبها. اوكي، جاب اول بند وفوت كرتي.
بعدني مش مركز يا شباب بالبندات، بعدني مش مركز. دائما اول جيم يا شباب لازم يواجهنا شويه صعوبات. هاي من جيمو لايك جاي، لايك من جاي من جاي مبين من جاي. تدرون انه هي من جاي ولا جاي تحت؟ اقول جاي تحت نشوف تيجي. والله بتيجي تيجي بتيجي. راح اخفف بهذا الشكل شباب. هاي بواسط الازرق حتيجي وين؟ شمال. بواسط الازرق ركزوا، ان شاء الله انه هيك جاي. والله شوي صعب يا شباب. يا حرام والله العظيم كانت جاي. هاي يا شباب من جاي معه، مش عارف ماله، لا ادري ما به ما به يا شباب. وين نجيب له اياها الضربينا؟ عم اقول لعقلي هون ما في غير هون كيس شوت، هيك كيس شوت سريع معقول يزبط معي؟ ان شاء الله بهذا الشكل. يا اخي والله حرام، يا اخي والله حرام، ضربتين ورا بعض ما تزبط معي ليش طيب؟ يا شباب هذا سكرج، بدنا نحاول نلعب له هيك بند حلو اللي هو هون كيس. طبعا رجي خصم هيك، هاي ضربتها ضعيفة يا شباب. يا رب انها جاي. وات يا زلمة حرام حرام. اجيب له اياها كيس شوت نص تحت، يا رب تزبط معي بهذا الشكل. تيجي قلت لكم شباب. يا حرام اذا ما صابني مرض نفسي من وراء الضرب. شو ها حرام والله. سرق الجيم يا شباب، سرق الجيم، صار له ساعة قاعد بيلعب بندات معي. والله العظيم صار له ساعة. الشباب هذا من الهند يا من باكستان من اندونيسيا. تمام فرجيني الابداع يا دوي دوي. راح اقول له ايبك جيم بيعرفني، حقول يعرفني يا اخي من اندونيسيا بيعرفني. والله دراها في عندي متابعين من اندونيسيا ما ادري بس قليل يعني مو كثير. ايبك جيم اي والله قبل كمان، والله كفو عليك والله. تمام اوكي جاب اول بند سكراج. وات كان سكراج والله، بس هو ما بسكرج ايش يعني. بده ياخذ الازرق يمين، ما معه غير هيك. حلوه سكراج ماله هذا. معه النهدية، لازم يرجع خصم عشان يفك كراته. لا لا ليش ليش العب رجع خصم، ليش ما رجع خصم؟ علق بدي فك الكرات يا شباب. لا 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 البلاك، نحن ما فات البلاك بالغلط عن طريق فكته هاي وعلق لي كراتي. بصير هيك يا شباب والله ما بصير. راح احاول نجيب الاصفر بواسطة البلاك على الزاوية، عرفتوا شلون؟ عشان احاول افك كراتي هيك يا شباب. الله الله شفتوا الحركة يا شباب الأسطورية هاي، محدش بيقدر يعملها غير أنا. راح أجيب النادي هون بقول يورو جريت ثانك يو فيري ماتش. وين رايح معها؟ شو رايح معها مباشرة؟ ما في تتفاهم شوي؟ أرجع خصم هيك وقف مكاني. حلوة هلا بلعب البنية وارجع خصم برضه زي هيك. فيها بلاك؟ لا ما فيها بلاك. يا اخي والله الحظ حلو عندي، الحظ نهار وشرار. وين هاي؟ لا تقول لي بقدرش اجيبها. طيب راح اجيبكم اياها هون ونقول بسم الله. يا وحش يا وحش يا وحش. حجيب هاي هون، لا ليش احدد اصلا ما هي مبينة اصلا. ارجع خصم بهي الطريقة والعب هيك. حلوة ما راح تسكرج وراح تيجي. ضل عندي البلاك، راح اجيب البلاك كيس شوت. يا رب انها تزبط معي وبيكون اجمل جيم في الحياة. ارجع خصم بسم الله.
يا اخي طب صيبي طب طب صيبيه 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 للخصم صيبيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لو قلنا صابت الخصم تنزل لتحت، بس بدهاش تصيب الخصم. سكرات. لا لا تخسرش. لا 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 يزم. هذا محظوظ 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 والله محظوظ لدرجة مش طبيعية. هاي جاي شمال تحت، وإذا ما اجي شمال تحت تروح يمين فوق أو يمين تحت. أرنو أرنو. يلا شباب خلاص، أنا راح أفوز عليه بإذن الله، أرجع خصم ونقول إن شاء الله يا رب إنها تزبط معي بهذا الشكل. يا أخي والله العظيم حرام يا رجل. طب وشو تحرد بوكسات؟ أشبط حرد بوكسات أنا؟ لازم ما يلعب بالخصم أبدا أبدا أبدا، لأنه الخصم هو الحال راح ينزل لتحت للنص. ليش قدم خصم؟ بعرف شو في باله يعني. جيجي فزنا الجيم وفزنا الجيم يا حبيبي ويا حبيب. بو يلا السلام عليكم. لا عصبت انا عليه بالغلط. طيب تمام هيك يا شباب تخصمك على اليوم. يا رب يكون عجبكم. شحننا العصاي وطورناها مره، اذا ان شاء الله تعالى شفنا تفاعل هذا الفيديو مرجع اطورها مرتين باذن الله، ودمتم في امان الله. السلام عليكم.